بلشنا بأولى فقراتنا ليا، ومبارح 18 أيار كان بيصادف طبعا اليوم العالمي لمرضى السيلياك، ما بيفرق بين الصغير والكبير ويصيب جميع الفئات العمرية. لنعرف أكثر عن الأعراض، سبل العلاج والأغذية المناسبة لهالمرض، معنا أكيد هناء الحريري مشرفة الجروب خالي من الجلوتين، وأيضا رانيا تمر آغا مدير تنفيذي بجروي جريتن. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم. او فينا نقول مشرفه كمان. مشرفه، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. يعني بالبدايه اكثر خلينا نتعرف ونعرف كل حدا بيعاني من حالات خاصه بالمعده بسبب اكلات معينه. داء الزلاقي اللي عم نسمع عنه بشكل كثير كبير، شو هو داء الزلاقي؟ وخلينا نتعرف نحن والمشاهدين عليه اكثر. تمام. داء الزلاقي هو داء بصيب الامعاء الدقيقه. طبعا هو ما له حساسيه مثل ما البعض بيفكر انه هو مجرد حساسيه، لا، هو مرض مناعي ذاتي بصيب الامعاء الدقيقه عن طريق يعني وقت نتناول ماده الجلوتين اللي هي موجوده بالقمح، يعني وموجوده بمواد ثانيه مثل الشعير او الجودر. طبعا اذا المريض تناول احدى هي خلينا نقول الحبوب التي بتحتوي على الجلوتين، الامعاء الدقيقه بتنصاب وبتتاثر، وبالتالي بيصير عندنا ضمور بالزغابات المعويه اللي هي مسؤوله عن امتصاص الغذاء، لهيك نحن بنسميه سوء امتصاص، يعني وهذا الاسم شائع اكثر من الزلاقي. طيب يمكن مثل ما بنعرف انه سوء الامتصاص هلا صار شائع شويه كثير عند ناس، لكن كيف الواحد في يعرف انه هو مصاب بهذا الداء؟ هلا في عندنا اعراض كثيره ومعنا يعني شرط تكون عند الكل، بس يعني هلا من خبره الطبيب وصار طبعا شائع المرض اكثر من قبل، يعني مثلا عندنا امساك، اسهال، انتفاخ بالبطن، عندنا صار اعراض جديده خلينا نسميها خارج هضميه غير الامساك والاسهال والانتفاخ، يعني هدول اعراض شائعه بنسميهم. صار عندنا اعراض ثانيه قد تكون نفسيه مثل اكتئاب، مثل توتر، قلق، مثل عندنا اعتلال عصبي، نقص في الكالسيوم، نقص بكل مركبات الجسم، الام بالمفاصل، يعني اعراض شامله خلينا نقول وخارج هضميه. نعم. رانيا رح انتقل واحكي مع حضرتك ونسمع مع نحن والمشاهدين عن استفسارات كثيره يلي بيعانوا داء الزلاقي، بصيروا ما بيقدروا ياكلوا انواع محدده من الاطعمه، واحيانا بيظهر داء الزلاقي فجاه عند الناس يعني بسبب اكله محدده. خلينا نحكي عن الاطعمه يلي بتلائم الاجسام ويلي عنده داء الزلاقي شو المفروض ياكل. تمام. هلا في حال تاكد تشخيص المصاب بالسيلياك كيف بيتشخص؟ بيتشخص عن طريق اولا عن طريق تحليل الضاد. هالتحليل هو نسبه مصداقيته تقريبا بدنا نقول يعني 90 او 99%، لكن لتاكيد التشخيص بيعملوا تنظير للامعاء، بياخذوا خزعات، الخزعات بتروح على التحليل. نتيجه خلينا بس عفوا خلينا نحكي شو بيحسوا في مثلا كل ما ياكلوا نوع محدد من الاكل بصير في اقياء، بصير في لعية، خلينا نحكي شو اعراضه اول وبعدين. المريض السيلياك اول ما يفوت على معدته اي شيء بيحتوي للجلوتين ممكن يصير عنده اسهال، ممكن امساك، ممكن اقياء، ممكن غثيان، ممكن ما تظهر عنده اعراض هضميه ابدا، لكن مع الوقت رح تظهر عنده اعراض ثانيه اللي هو مثلا نقص الحديد، نقص الكالسيوم، الام بالمفاصل، للاطفال بصير عندهم نقص نمو، بصير عندهم اضطرابات بالغده. هاي الاعراض كلياتها بتستدعي انه طبعا مراجعه الطبيب، الطبيب بيقوم بهي الاجراءات لحتى يقدر ياكد تشخيص المرض. هلا في حاله تاكد انه هذا المريض مصاب بالسيلياك لازم حتما يوقف تناول اي شيء يحتوي على الجلوتين. الجلوتين هو بروتين موجود بالقمح والشعير، كمان موجود بيدخل بصناعه كثير من المواد الغذائيه، شيء ما ممكن يخطر ببالنا، ممكن يدخل بالصلصات، بالشوربات، كأصبغة، ملونات، حتماً حتى معجون اسنان يعني يكون احمر الشفاه، الروج ممكن كمان. حتما لازم مريض السيلياك يتبع حميه خاليه من الجلوتين. اي شيء مثلا هلا ممنوع ياكل خبز، معجنات، معكرونه، بسكويت. بالمقابل صار في عندنا بدائل كثير لهذا الموضوع، مثلا ناخذ موضوع الخبز، صار عندنا خبز خالي من الجلوتين مصنوع من الذره والارز،
حقيقه بجوده مناسبه كثير ومرضيه للمرضى بصناعه شركات سوريه محليه انتجت عديد من الطحائن البديله اللي هي خاليه من الجلوتين ممكن مريض السيلياك يستخدمها، انتجت معكرونه، انتجت مواد غذائيه لبت احتياجات مريض السيلياك بحيث انه ما عاد يحس بنقص، انه هو ما حياكل اي شيء فيه قمح. تمام. هالمنتجات حقيقه نافست الصناعات الاجنبيه بجودتها باسعارها. هلا بالمقابل انه هو مريض السيلياك شو مسمح له ياكل؟ مسمح له ياكل اي شيء خالي من الجلوتين. بالمقابل في اشياء طبيعيه هي بالاصل مسموحه لمريض السيلياك ياكلها، مثلا ممكن نقول البقوليات بانواعها، خضار، فواكه، لحوم، اللحوم ممكن اسماك، دجاج، لحوم الغنم، كله هاي المواد مسموح ياكلها، يعني. كل شيء اشياء طبيعيه ما له مصنعه، فهي ما في عليها اي مشكله ولا اي شك ولا ياكلها. اكيد. لكن لنعرف اكثر خلونا نشوف هالتقرير ونرجع نحكي اكثر بالتفاصيل. تمام. الداء الزلاقي عبارة عن اضطراب مناعي ذاتي يصيب الأشخاص الذين يحملون جينات معينة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة به بسبب تناولهم للأطعمة الحاوية على الجلوتين. الجلوتين هو مصطلح عام يطلق على البروتينات المخزنة التي توجد في أنواع عديدة من الحبوب، القمح، الشعير والشوفان. هذه البروتينات هي التي تمنح ميزة التمدد والانتفاخ للعجين المصنوع من طحين تلك الحبوب، ولها تأثيرات سامة على الأمعاء الدقيقة للمصابين بالداء الزلاقي. البروتينات المخزنة في كل من الذرة والأرز ليس لها أي تأثيرات ضارة على مرضى الداء الزلاقي. يصيب هذا الداء تقريباً 1% من الأشخاص حول العالم، ويوجد حوالي 2.5 مليون حالة غير مشخصة في الولايات المتحدة، ما يجعل هؤلاء الأشخاص معرضين لمضاعفات هذا الداء على المدى الطويل. يتناول أشخاص كثيرون حول العالم نظاماً غذائياً خالياً من الجلوتين، لكن يعتبر ذلك أمراً إلزامياً بالنسبة للأشخاص المصابين بالداء. يعتبر الداء الزلاقي من الأمراض الوراثية، حيث إن الأشخاص الذين لديهم قريب من الدرجة الأولى أي أحد الوالدين أو الأشقاء مصاباً بالداء الزلاقي تكون لديهم خطورة الإصابة من 1 إلى 10 لتطوير هذا الداء. يعني زينب بعد ما تعرفنا بالتقرير رح نرجع عند هناء ورانيا. هناء انتم عاملين جروب على الفيسبوك لحتى تقدموا معلومات. تمام. لحتى توعوا العالم بداء الزلاقي، وايضا خلينا نحكي كيف نحن منعرف العالم عن الاكلات المسموحه والاكلات المانا مسموحه، وفي اطباء معكم بقلب الجروب. طبعا. وكل هدول التساؤلات خلينا نعرفها. تمام. هلا نحن بدايه من حوالي 3 سنين خلينا نقول أنشأنا أول مجموعة سورية خالية من الجلوتين على الجروبات الواتساب والفيسبوك، وفي عنا مرضى من كامل القطر، يعني خلينا من كل المحافظات، ودائما عندهم تساؤلات. في منهم مرضى حديثين، في منهم مرضى حتى قدامى لهم سنين وما بيعرفوا شو لازم ياكلوا أو لا. بقى نحن منوعيون وبنحكي. طبعا نحن حبينا نساعد، حبينا ننشر توعية. نحن 5 مشرفات أساسيات تقريبا بالجروبات، ومن يعني منجاوب على التساؤلات دائما على الجروبات شو بيخطر للمريض، وكمان بنضل منحضر أكلات خالية من الجلوتين مشان المريض ما ينحرم وحلول بديلة. تمام. لانه في عنا كثير اطفال مصابين بالجروبات. هلا كشخص كبير كثير سهل انك تحمي حالك وبتعرف مصلحتك الحميه. تمام. بس الطفل انك تخبريه شو تاكل وشو ما ياكل كثير صعب ومتعب للاهل هذا الشيء. بقى نحن بنساعد الاهالي كثير لدعم نفسي، يعني المريض السيلياك اول تشخيصه كثير بحاجه لدعم نفسي. هو بيكون مرهق يعني اولا جسديا من الالام، ثانيا انه هو نفسيا بطريقه ما تغيرت نمط حياته تغير. رانيا هلا انتم مثلا مثل ما عم تحكي يمكن هنا عم تعطوا وصفات لمثلا اكلات معينه انحرم منها مريض السيلياك، او خاصه يعني مثل ما قلنا الكبار ممكن يتحملوا شوي، بس في اعمار يعني
بتشتهي، بتحب تاكل، بتحب تدوق تجرب، وما في وعي كمان. تمام، ما في وعي، فكيف ممكن انه تعطون هي البدائل؟ تمام. هلا هن المجموعات خالية من الجلوتين هي موزعه على السوشيال ميديا، عندنا عده مجموعات واتس، عده قنوات على التليجرام، على اليوتيوب، على الفيس، المجموعه السوريه لمرضى حساسيه القمح. هلا نحن كمشرفات، نحن مثل ما ذكرت المدام، نحن كخمس مشرفات، طبعا من خلال تجاربنا، من خلال اول اصابتنا قديش تعبنا لحتى تعلمنا. انتم كمان معكم سوء الامتصاص، نحن مصابين بسوء الامتصاص من خلال تجاربنا. فكره الجروب تمام، من انه قديش تعبنا لحتى قدرنا نعرف شو لازم ناكل شو ما لازم ناكل، قررنا تعبنا لنعرف نعمل الاكل حتى. هلا ممكن نساعد المرضى بتطبيق وصفات. صار مريض السيلياك هلا ماله محروم من اي شيء، اي وصفه ممكن يحب يعملها ممكن نساعده فيها، ممكن المشرفات تساعدهم على الخاص من اول ما يبدا باول خطوه تحضير طبق لحد ما يصير جاهز. بالمقابل في فيديوهات طريقه تحضير الوصفات، اي مصاب بيقدر يفوت على اليوتيوب يفتح الفيديو بيلاقي تطبيق الوصفه من اول، يعني بالخطوات الكثير مشروحه مفصله اللي بتعطيه نتائج مرضيه. وممكن يصوروا لنا يقولوا لنا انه هيك طلع معي هيك تمام. صار معي تمام. شو رايكم؟ هلا بعد ما تعلموا وكذا ضمن الجروبات في عنا فعاليات، يعني ممكن كل فتره بنعمل مسابقات لاختيار افضل طبق. الرابح بهذا الطبق بيحصل على سله غذائيه خاليه من الجلوتين، يعتبر يعني نوع من التشجيع، يعني ممكن طفل يحصل عليها، ممكن اي كبير، يعني بتعتبر يعني دعم نفسي له. تمام. يعني هناء مثل ما ذكرنا يمكن اصعب شيء على الاطفال انك تعوديهم على شيء وانك تحرميهم من اكلات بيحبوها. كثير من المواد هي ما كانت متواجده بالبلد او ما كنا نعرف انه هي خاصه بالحميه. خلينا نحكي كيف نحن صرنا نصنع البدائل، نستبدل مثلا زبده خاصه، نستبدل اي شيء. صرنا بدنا نشوف شو المسموح بالاول، بنبحث عن الطحائن، شفنا في عنا طحين الارز، طحين الذره، في عنا دخن، في كثير طحائن ما كنا نسمع فيها، حبوب الكينوا صرنا نستعملها مثلا بديل للبرغل مثلا، حبوب السلطات والتبوله، بالسلطات والتبوله كثير طيبه على فكره. بيتعود المريض، بيصير بيخلط، بيصير عندهم تجاربه. طبعا اول فتره كانت تجارب فاشله، يعني كانت من نصيب بطاطا الحاره. صار في اخطاء انه ضايقت العالم هيك الوصفات او لا؟ اول شيء ما بننشر وصفه او هي دراسات خلص انه هي ما بتضايق هي ما بتضايق. هو معروفين الطحائن، انواع الطحائن الخاليه من الجلوتين، في عالم كان يكون عندها حساسيه مرافقه لحساسيه القمح، يعني مثلا بيتحسسوا من القمح وبيتحسسوا من الذره كمان. بقى هون بده يعرف المريض من شو بيتحسس، شو بيضايقه، ومحطوط كل شيء قدامه، صار يعني منتشر وكثره. يعني ما دخل كمان الوزن يمكن ليا بمرضى السلياك، يعني بلاقي حتى احيانا في ممكن الوزن يكون كثير منيح زياده حيث بس معه هذا المرض. خلينا نعرف شو الجديد بعالم مرضى السلياك بالنسبه للعلاج والاغذيه، اذا عندكم اي نشاطات ثانيه فيكم تخبرونا عنها بالختام. تمام. هلا في دراسه حديثه بخصوص مرض السيلياك، يعني عم بيحاولوا بامريكا بواشنطن تحديدا مختبرات ستيفن ميلر، عم بيحاولوا يوجدوا علاج لمرض السيلياك. هلا هذا الشيء حاليا صعب المنال، بس في امل، في يعني امل جديد، بدهم يحاولوا يقنعوا جهاز المناعه انه ماده الجلوتين هي ماده صديقه، وانه الجسم ما يحاربها مثل ما هلا هو الجسم عم يعمل، عم بحارب ماده الجلوتين. هي هي الخطه العلاجيه. تمام. عم بيجربوه على مرضى سيلياك كثير وفي نتائج ايجابيه، بس اي تجربه بحث علمي حديثه بدها سنين صراحه، بس بنقول في امل برضو. رانيا بتحبي بالختام تحكي شيء، توجهي كلمه؟ يعني كنا عم نحكي انه ممكن هذا المرض او هذا الداء هو من زمان معنا اياه او منعاني منه، ولكن عن جديد صرنا نعرف شو الدواء ونعرف انه هي الاعراض مرافقه لداء السلياك او الزلاقي. تمام. حاليا عم نشتغل كثير على دور التوعيه. مجتمعنا ما كثير عنده وعي بهذا المرض، ما كثير عنده وعي انه بمضاعفات المرض في حال انه هو مات تبع الحميه. هي القصص والفعاليات لازم تكون موجوده لتوعيه المجتمع. نحن حاليا بانتظار اشهار الجمعيه السوريه للداء الزلاقي،
هاي الجمعية لح تكون الداعم الرئيسي لمريض السيلياك بسوريا. نعم. عن طريقة بصير في توعية للمرضى, بصير في توعية للمجتمع. هلا المجتمع ممكن أشخاص اللي له سيلياك يقول لك ما بعرف يعني أكيد يعني شو يعني شو يعني شو يعني شو يعني, شو يعني ما بتاكلي قمح, بعرف بسوء الامتصاص. تمام إيه تمام إنه بقول ما بتاكلي خبز يعني إنه ولو شقفة خبزة يعني إنه ما كثير بتأثر. سمي بالله وكلي في ناس يعني المهم المريض ما يرد على حدا تمام, ما يجرب يخرق حميته ولا حتى بلقمة يعني حتى لو ما توفر عنده الخبز فيه ياكل بدون خبز يعتبره حميه. تمام تمام يعني. انا كثير يعني صارت معي مواقف من هذا النوع. المريض بده يكون هو ادرى بحاله وبمصلحته, ما بده يستسلم, بده تكون على طول معنوياته عاليه. هاي القصص طبعا نحن عملناها, عملنا ضمن فعاليات اليوم العالمي للسيلياك انه اشعرنا المجتمع انه نحن موجودين عن طريق فعاليات. اول فعاليه عملناها هي دعوه الاطفال لزياره مركز جلوتين فري. شرحنا لهم للأطفال بطريقة بسيطة تناسب يعني مستوى عقلهم إنه عن طريق السيلياك وكيف لازم يلتزموا بالحمية. وزعنا لهم هدايا. الفعالية الثانية امبارح كان في بس مباشر لأحد المشرفات مشكورة ردت على استفسارات المصابين على الفيس, ردت على استفسارات المصابين ذكرتهم بأهمية الالتزام بالحمية. الفعالية الثالثة إنه هلا بتعرفي هلا أجواء عيد وحلو العيد, لازم إنه يعني ما بصير عيد بدون حلو, وحتى ما نخجل إذا كثير الناس ضيفونا وقالوا لنا إنه لازم تاكلوا إنه هي حلو حلو العيد. لا خلص ناخذ الحلو معه ويعتذر وياخذ ناخذ أكلاتنا معنا تماما, نحن نعمل الحلو العيد دائما بالشنطة. الله يشفي كل المرضى يا رب ويحمي الأطفال. آمين. الله يسلمك. شكرا لوجودكم معنا وان شاء الله بيختفي مرض السيلياك ان شاء الله. تماما ترجع للحياه الطبيعيه ان شاء الله. تسليط الضوء على هذا المرض. شكرا لكم. اهلا وسهلا. شكرا لك.